راوند اب. صباح النور صفية. صباح الخير أسامة. صباح النور كل السادة المستمعين، مرحبا بكم. البداية تكون بشأن النقابي وبتصريح للأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي خلال إشرافه نهار السبت بصفاقس على أحياء ذكرى حوادث 5 أوت 1947، وين أكد أنه اتحاد الشغل سيختار النضال السلمي والمدني لتحقيق ما ورد في الاتفاقيات الممضاة مع الحكومات المتعاقبة في صورة التراجع عنها، وشدد على أهمية الحوار الهادئ والشفاف في تحقيق سيادة تونس واستقرارها. زيادات احنا انجزنا اتفاق في القطاع الخاص 22 23 24 قاعد يطبق في كل القطاعات في 54 اتفاقيه مشتركه، انجزنا اتفاق في الوظيفه العموميه طبق معناها في 23 24 و25 قاعد يطبق، واتفاق القطاع العام قاعد يطبق. هناك اتفاقيات قطاعيه خصوصيه طبيعه الحال ما زالت لم ترى النور، هناك رسائل من اعلى هرم السلطه التنفيذيه انه المحاضره دي ليس معنى لها. اكدت اليوم انه التزامنا والدوله تحب تحترم روحها والسلطه تحب تحترم روحها، تحترم تعهداتها والتزاماتها. احنا متمسكين بتطبيق الاتفاقيات ومتمسكين كذلك، ليس شهوة النضال، وإنما إذا فرض علينا النضال احنا سنناضل طبقا للتشريع الشغل وطبقا للقوانين وطبقا لدولة القانون المؤسس. الطبوبي أوضح من جهة أخرى وفي تصريح المراسلنا عبد المجيد الخروبي أنه ملف المهاجرين غير النظاميين لا يمكن معالجته أمنيا فقط، وأضاف أنه لابد أن يتحمل كل طرف المسؤولية، وتحدث على أهمية إرساء تونس الاتفاق مع دول الجوار لحماية حدودها. المعالجة لا تكون معالجة أمنية فحسب، من حقك باش تحمي حدودك، واحنا حدودنا مع شكون؟ عندنا حدود مع النيجر ومع مالي ومع غيره، حدودنا مع الجزائر الشقيقة وحدودنا مع ليبيا، هذا ولا لا؟ هي نجمو نحمو حدودنا، منين جايين الناس هذوما؟ إذا ثم اتفاق يكون ثلاثي بين الدول هذيا في طريقة المعالجة، كذلك اليوم الغرب لابد أن يفهم ماناش حراس حدود نتاعو، عليه اليوم استعمر معناها إفريقيا واستعمل تلك الدول لسنوات وسنوات طويلة، آن الأوان أن يكون يعمل تنمية حقيقية اللي باش تخلي الناس من تعيش الرفاه وتعيش الكرامة في بلدانها وفي غيرها، هذا معناه معادلة صعبة جدا، ولكن المعادلة يلزم فيها عدة توازنات في مسؤولية بين دول الجوار وكذلك ما بين بلد المقصود اللي يلزم يتحمل مسؤوليته كذلك. نمشي للملف السياحي، ونكشف وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بالحسين في تصريح نقلته إذاعة المنستير تسجيل ارتفاع في العائدات السياحية بنسبة 55% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، نحكيه على السبعة أشهر الأولى، وتجاوز أرقام 2019 ب 28% بعد تسجيل 3.3 مليار دينار. وفود أكثر من 5 مليون سائح لبلادنا، ارتفاع معناها بقرابة 70% مع نفس الفترة من 2022، وصلنا إلى مستوى 2019. عنا كذلك ارتفاع في العائدات السياحية، سجلنا أكثر من 3.3 مليار دينار عائدات سياحية بتطور 55% مع نفس الفترة من سنة 2022، وجاوزنا حتى أرقام 2019 جاوزناها ب 28% من ناحية العائدات السياحية. إذن هذه المؤشرات معناها في مجملها طيبة، واللي هي بطبيعة الحال تحدد اللي احنا ماشيين في الطريق الصحيح بالنسبة للقطاع السياحي. القطاع السياحي اللي تعرفوا بعد عامين كورونا شد صعوبات وقاعدين معنا نتجاوزوا في المخالفات تاع جائحة كورونا، وفما هذه أرقام معناها ناحية الكم، نحبوا كذلك من ناحية النوعية خدمات معناها تحسن فيها. إلى مشغل إعلامي، حيث شدد أستاذ قانون الإعلام بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار أيمن الزغدودي في تصريح نقلته الزميلة زينب الباسطي على ضرورة الموازنة بين حرية الصحافة والمحاكمة العادلة، وتحدث عن أهم الواجبات المحمولة على كل من السلطة القضائية من جهة ووسائل الإعلام من جهة أخرى. مسألة أن تكون السلطة القضائية توفر المعلومة القضائية حينيا من خلال إما مؤتمرات صحفية دورية أو بيانات صحفية دورية، والانفتاح على وسائل الإعلام وتمكين وسائل الإعلام من المعلومة حتى تتمكن من القيام بمهامها. ومن جهة أخرى وسائل الإعلام أيضا على عاتقها أن تحترم قرينة البراءة، أن لا تكشف وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية، أن تحمي حقوق الغير، أن تحترم خاصة وهو مبدأ مهم جدا الحق في المحاكمة العادلة، وأن نتجنب أن تصبح المحاكمات على إما على شبكة التواصل الاجتماعي أو على مستوى وسائل الإعلام. وهنا من الضروري أن تنتبه الدولة إلى أن عندما تقوم بمنع وسائل الإعلام من التغطية الصحفية للقضايا الجارية أمام المحاكم، فإنها وكأنها سوف تفتح الباب على مصراعيه بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي لسحل كل الأطراف المتداخلة في القضية. من جانبها قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية أنه ليس من مهام رئيس الجمهورية التدخل في ترتيب الأخبار في مؤسسة التلفزة الوطنية، وأشارت إلى أنه لابد من توضيح الوضع لتعيش تونس فيما يتعلق بالحقوق والحريات. شو معنى كي تحكي على ترتيب الأخبار وشي تحط في الأخبار؟ يعني أنت توا باش تولي ترتب لنا
كي نتفرجت في اخبار البارح الكل تحكي عليك انت وعلى وزير الداخليه وعلى الهويه الرقميه وعلى الامور وعلى الادار، شكون قاعد يتعدى معاك انت في الاخبار؟ انت قاعد ديجا مستاثر بها التلفزه الوطنيه، انت نحيت منها اي منبر سياسي وخليتها كان للجوقه اللي تسبح بحمدك، وحتى اللي يجي يحسب روحه مش موافق مش موافق على مجرد تفاصيل، لكن انت خط احمر. انت تتمنى اليوم انه في التلفزه الوطنيه كي ندخلوا في المدخل الكبير يحطوا لك تصويرتك بالكبير كيما يحطوا بورقيبه وكيف ما يحطوا الرموز نتاع البلاد، انت هذا اللي تتمنى فيه. انا نحب نفهم لهنا، فهمونا احنا اليوم مازلنا في نظام اللي انتوما قلتوا عليه ديمقراطي، ولا للمساس من حقوق الانسان، ولا للمساس من الحريات، ولا للمساس من حريه التعبير، ولا للمساس من الحق في النفاذ للمعلومه، والا تراجعتوا وبدلتوا ما وعدتينا الصحيح. كان هذا كل معنا اليوم في فقرة راوند أب، لتابعوا فيها أهم وآخر التصريحات والأخبار على المستوى الوطني في 24 ساعة اللي فاتوا. كلمة ليكم.